جدا 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 رئيس جامعه كفر الشيخ ومحافظ السويس. ليه؟ عندي تسجيل موجود معانا يا جماعه، تسجيل محافظ السويس. محافظ السويس معانا. دخل مدرسه قال طب هنشوف مع بعض محافظ السويس اللي بحييه كل تحية للي قام بيه، وعندي كمان مسؤولين اخرين في المنوفيه وفي كفر الشيخ. نبدا بالسويس ونرجع نعلق عليه. شوف محافظ السويس عمل ايه. اتفضل. على تربيه وتعليم، طبعا قنوات الجماعه الارهابيه قايمين قاعدين على هذا المحافظ وبيقول ان هو بيمنع الالتزام في المدارس. لا، هو بيمنع لبس النقاب في المدارس. استاذ عادل النعمان، انت وانت بتتفرج عليه قلت لي برافو عليه. طبعا منع النقاب ممنوع. انا طالبت اكثر من مره